اقامت سفاره مملكه البحرين لدى ماليزيا حفلا بمناسبه احتفال مملكه البحرين باعيادها الوطنيه وحضر الحفل السيده تيريزا كوك وزيره الصناعات الاوليه الماليزيه ممثله عن الحكومه الماليزيه وسيد مازلان بن لازم رئيس شرطه كوالالمبور اضافه الى رؤساء البعثات الدبلوماسيه العربيه وغير العربيه في ماليزيا واعضاء السلك الدبلوماسي وجمع من المهنئين من كبار المسؤولين من وزاره الخارجيه الماليزيه ورجال الاعمال الذين قدموا التهاني لمملكه البحرين قياده وحكومه وشعبا بهذه المناسبه السعيده ورفعت الآنسة مرام أنور الصالح القائم بأعمال سفارة مملكة البحرين لدى ماليزيا أسماء آيات التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام جلالة الملك المفدى وسمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد وإلى شعب مملكة البحرين الوفي. كما أعربت عن سعادتها بالحضور الرسمي رفيع المستوى والشعبي من مختلف فئات المجتمع الماليزي للمشاركة في الاحتفال الذي أقامته السفارة. مضيفة أن هذه المناسبة الوطنية غاليه على قلوب اهل مملكه البحرين جميعا موضحه ان المملكه حققت العديد من الانجازات التنمويه المتطوره في مختلف المجالات والتي انعكست بالايجاب على الدوله وشعبها مشيده بعلاقات الصداقه والتعاون التي تربط بين مملكه البحرين وماليزيا وما تمتاز به من تطور وتقدم مستمرين في شتى المجالات